وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله. هذه واحد الرسالة بسيطة سبحان الله. الشجرة ملي كتخرج ليها الماء شكوقع عليها كتزيد تحيا كتزيد تعيش كتزيد تكبر. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا هاد الشجرة ما كديرش الذنوب وما كديرش المعاصي. هاد الشجرة خلقها الله سبحانه وتعالى وعطيها فوائد. الفوائد ديالها هي أنها كنحسو أنها الشجرة هذه كدير لنا بزاف ديال الفوائد منها الأكسجين. إذا خلق الله لواحد المهمة والمهمة ديالها ديرها على أكمل وأحسن وجه سبحان ربي. فخلقها الله وعطاها مهمة وكدير المهمة ديالها وكتسبح الله لأن كل شيء يسبح الله. هذا كناخذه مثال بالناس. الله خلق هذه الشجرة وخلق بني آدم خلق جميع المسائل وكل شيء كيسبح لكن الإنسان كيعصى الله عز وجل. وإذا تاب يتوب الله عليه والله يفرح بتوبة العبد إذا تاب عليه. فنكون بحال هذا الشكل خلقنا الله واحد مسألة نطبق ذلك المسألة ونعيشوا ذلك المسألة ونفهموا ذلك المسألة اللي خلقنا الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنعبد الله هذا ما لثقنا به الشجرة خلق الله عز وجل. وهذه الشجرة حتى هي مخلقات من تراب وفين كتكبر؟ كتكبر حتى هي في التراب بحال الإنسان خلق الله من تراب وكي يأكل أجمل الفاكهة لكن في أصلها من تراب لكن من أصلها هذه الفاكهة من تراب. فنحن قوم نأكل أصل التراب فما نتكبرش على بعضياتنا وما نتغبوش على بعضياتنا وما نقولوش احنا أحسن من فلان من فلان. لا فأنت من تراب وتعاد إلى التراب. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.